وهلا بدنا نشتري تقريبا، خلينا ناخذ ثلاثة، يعني ثلاثة حسب الطلب، أتوقع ثلاثة تمام، أني ما بدي أكتر، لأنه إذا كترنا بدي أضلوا بالسيارة، عرفتوا شنو؟ فمنحمل. هاي ولدي، أي الثانية، والله إنه بيسعوا أربع بناته، كويس، جميل. هلا بنروح للحيوانات ونبلش نفرغ لها. ياه از جود. الان يعني صار الوضع تمام، احنا تاكدنا الحيوانات من هون تمام، صار عندنا كويس الستراي وصار عندنا كل اشي كويس. هلا بس بدنا نحط له شوية جريس مع هاي وشوية هذا كروتون، المهم كرون. بدنا تريلا ثانية. طب في عندي انا تريلا ثانية، طيب خليني اخذ هي اروح اطفشي مكان منأمن عليها ونروح نجيب التريلا الثانية. وشوفوا في فكرة انه ايش رايكم مفضي الستراي بقلب هاي الحصادة وبعدين بنلعب بيها، ايش رايكم بالفكرة؟ هون نجرب فضة. شكلها ما بتزبط. طيب بنروح بندور على شي مكان نصفها فيه، شي مكان نصفها فيه. والله هون في مكان وفي معنا تريلا. وين تريلا؟ وين ايش بدنا نجيب؟ نرجع. بنروح نجيب تريلة الكلون او كلون. وين تريلة؟ هاي هي التريلة اللي قلتولي عليها اللي ما كنت اشوفها. جميل جدا. الوقت راح يطلع مني وما يحتاج للدرجة هي على فكرة، يعني اوكي. طيب بروح نعطيه شوية كلوم. نجيب جريس، بس ماكينة جريس لازم ندبر ماكينة وبدنا تريلا، بدنا شغلتين سوا، شغلة واحدة ما تنفعنا فلذلك. هلا في مثل ما انكم شايفين لعملية حصد الجريس عنا ماكينتين، في عنا هاي اللي حقها 380,000 وفي عنا هاي اللي حقها 42,000. العرض تقريبا نفس الشيء. هون في لها مكون تاني اضافي اللي هو هاد على ما اتوقع، يمكن هاد وبس هذا الموجود. فانا بفكر فيه اني اخذ هي الكبيره لسبب واحد بس، طبعا اجر ما راح اشتريها شري. السبب هو انه هي، هلا بورجيكم شغله فيها كتير حلوه، يعني ما بدي اشتريها، ما لي بحاجه اني اشتريها. وينها؟ هاي. هلا نتحرك الى ماي ارضي. وين ارضي؟ ارضي اتوقع هاي هون ارضي. طيب خلينا نفتحها اول شيء. لا فيها شيء حلو بورجيكم اياه بس. طب الكنترول اليسار مع الواي بيسكر القنوات اللي هي شايفينه. شوف شلون فتح هون، هيك فتحناه، هيك سكرناه هون. فهلا نشغل. هلا ايش راح يصير؟ هون الارض ما الي. طيب تمام. اللي راح يصير انه يصير خط واحد ما يعذبني. شوفوا ما عمل شيء. انا فكرت وحده بس. ليش قبل شوي كانت وحدة أول؟ لا نزل. أتوقع شفت شلون صار يمشي وراي خط. هذا بيساعدني كثير بعملية الحلقة، ما لحولهم لما راح أحولهم إلى طبالي. فالماكينة الثانية هذيك اللي تكون ماشي وراي تكون عمليتها أفضل أسهل، عرفت شلون؟ شفتوا شلون؟ والله هي صح غالية بس يعني حقها فيها. تمام. هلا نحن خلصنا الجزء الاول. طبعا هلا الجزء الثاني ما راح اشتغل هلا هون، بعدين نشتغلها بفيديو سريع. تمام.
هلا الجزء الثاني اللي رح نعمله، هلا في عنا حالين نقدر نعمل فيها، نقدر نحولهم مباشر الى طريالي، او نقدر نخليهم بيضلوا نخليهم مثل ما هن هيك ومنلبهم عشان نستفيد منهم، نحولهم الى هذا اسمه شف شفلاف شفلاف. تمام، فاول شيء رح نحولهم هلا لطبالي. هلا هي الكميه المستقبليه بنحولها الى شو اسمه، الى نتركه عشب ونلمه ونحطه نخزنه وندوسه، وبعدين بده شغل، بده دحل، بده كتير شغل، عرفتوا شلون؟ فهي الاقصر، بس طبعا هذيك الحاله بصير المنتج افضل. المهم على كل حال خلينا ناخذ هي. شوف انت في عندي عشب، يعني عندي الارض مليانه عشب، شغل كتير فيه. سمعت هذا التراكتور يدي رجل هاي. ايش انا من محل ما خلصت او من محل ما وقفت، الزوايد ما عم شيلون، شوفوا بلشنا نشيل. يعني انا بدي اروح امشي سرعه بسرعه مشان ما انتم كمان تملوا تقولوا هذا بده يحصد الارض على حسابنا. عرفت شلون؟ شوفوا الحلوه بهي الماكينه. هلا كان انا ممكن امشيها وراي، بس انا مشيتها غلط مني، انه هي لحالها. شوفوا سوي الطبليه وبتكب الطبليه مباشره، يعني ما مثل هذوليك البوائر بدك تطالع الطبليه وتستنى توقف تشيلها تركبها، لا هي مباشره بس خليك ماشي بتشيل. طبعا لها سلبيات، السلبية لها مثلا اذا تغير المحصول. تمام، مثلا انت بتشيل العشب بدك تحول لقش، تمام، فهون شوي في مشكلة فيها. تقريبا نحن تقدر تقول هلا خلصنا، بس خلينا ادخل شوي معي شكلي هلا طبت مني وانا ماني منتبه عليها. هيك تمام. هلا هون خلينا نفرغ. طبعا عملية التفريغ بتصير اول شي لازم نطفي، بعدين نفرز حرف الياه وهيك فضينا. طبعا لسه في شوي فيها بس يعني اتس اوكي. هلا خلينا نروح نرجعها، او ما رح نرجعها، تصفى جنب هي بعدين نكمل شوي فيها. هلا ايش بدي اروح اجيب؟ بدي اروح اجيب تريلا مشان نلمها. طبعا التريلا في لها مود خاص، طبعا اكيد يعني انتوا اكيد تعرفوا لانه اكيد مجربوه بالمره ومستخدموه. ليكن لقيتهم مع ماكينات الحصاد او العشب والشغلات هي. تمام، هلا في عنا هي التريلا الاساسيه اللي هي بتشيلهن، بس ولكن هي 70,000. بقى انا منزل مود كتير رخيص هذا. طبعا هون في اثنين نوعين، واحد بشيل الدويرات وهذا بشيل الطبالي، وبتلاقوهم من ملف الاكسل موجود كلياتهم يعني. تمام، فرح نشتري كلها حق 18,000، بس خلينا نعدل عليها شوي تعديلات. تمام وصلناها. طب هلا اول شيء لازم نعمله نحن نشغلها، بس شلون كان نشغلها؟ والله نسيت. تمام، يمكن هيك بالبي شغلناها، او يمكن نحول على التريلا يعني ما بتذكر انا شلون بالضبط، فبدكم تعذروني نسيت صراحة. بس هلا اذا مرينا من جنبها شارد، فاذا امورنا لوز ما شارد وشارد تمام، فاذا امورنا لوز. هلا بندور عليهم وين حطيناهم. هون في اثنين، هون هون في اثنين، هلا طلعنا غير اثنين. نايس والله، حلو حلو حلو. هون واحدة، هون في اثنين، هون في ثلاثة خمسة، وهون اثنين. والله شكله هون أكثر شيء طلع معنا من هون، أو جوز والله كنت متوقع يطلع معنا ثمانية، قلت له شيء 12 أو ثمانية 13. حلو، تمام. هلا هي خلصنا. هلا ايش بدنا نسوي؟ بدنا ننزلهم طبعا مشان نشتغل فيهم. طبعا حطهم انا هون بقف البيت، هون في هذا المكان. ضبطناه اخيرا، طلع شو الفرد لفوق ولتحت تطلع وتنزل.
الفار نفس الزر اليمين، تبصوا بتفتوا يمين يسار بشوف شلون بيفتوا هيك. طبعا نحن بدنا نهضر هون على اليسار، ايه تمام، بنرجعوا هيك لورا، ايه تمام، طبعا ننزله شوي شو تمام، بنقول له ايه خلصنا تمام. هلا نحن خلصنا طبعا، شوي تعذبت لانه صار زمان مالي مستخدمها. المهم بنرجع من صفر التريلا جنب هدول التريلتين الباقيات ونجيب ماكينة الاستري. طبعا ممكن اشيل ببلية واحط لها اياها مباشر تمام، بس ولكن اذا حطيتها مباشر ما بتتاخد. والله فضيها 8% بيضل 12 ما عاد يفضيها ليش. المهم على كل حال خلصت اليوم وننزل وناخذ وحده من هدول. طبعا ما انحطيت له لا يا شيخ، ما قبل الجريس. استري انا فكرته بالماكينه، طلع معي انا شايف الكود. خلينا ما نفضل استري. انا عم بقول الاستري هذا جابه لعندي على السياره. طيب هلا اول شيء قبل ما ننزل خلاص فاي هون، هلا رح اشرح لكم شو عملية التنزيل. اول شيء بتصف، شايفين من فوق في مكتوب رقم صفر، هلا صار رقم واحد تمام، هتك بصير رقم اثنين تمام. فهلا صار عندك وتكبس حرف الياء، الياء او جنب التي تمام، الياء تمام. بعدين بتصير تحرك الفار، بتكبس زر اطلاق النار او اليسار، وتحرك الفار يمين يسار، بتتحرك يمين يسار لفوق لتحت، طلع شو شنو بترجع وتحرك تمام. هاي زر اليمين تكبسه وتحرك اليمين يسار، شو شنو بتفتح تمام، لفوق ولتحت تنزل وبتطلع. طبعا احنا ما بنعمل غير زر اليسار، هو بس انك تحدده فوق الموقع، ونكبس ايه مرة تانية لجنب التي تمام. نجي هون على الماكينات، هون هاي هي، هاي حقها 54000. ايش بتسوي هاي؟ نستأجرها ايجار، ما بده شري تمام، واحدة تمام. شو دورها رح نعمله فيها؟ الله نروح لعندها. هلا ضل عندي انا قطعتين صح؟ هلا شوف شلون بدي احولهم الى حايد. وطبعا هو انا شفتهم افضل من البكر، يعني هي بتسوي بكر بتسوي كل شيء، بس لما تسويها بكر يعني بتجيب بدل الماكينه تسوي بكر، هي مباشره بتسوي البكره وبتلفها وبتزتها. اما هلا انا راح اسوي المكعب، بعدين اجيبه الفه بعدين اجيبه شوي عمليه. بس هون نفس كان عندك كميه ضخمه بتسويها نص بنص هيك اسرع لك. يعني اقول حال من زمتك يعني والمربعات دوائر. يس يا روح مربعات بس ما شغلتها. هلا في واحدة اخذها والثانية ما اخذها، او الثانية مقلتش لانه كانوا جنب بعض. شايفين شلون؟ وفيناها هلق القطع الحبال، كبت لك نزل، شفت شلون؟ يعني كل عملية كل شغلة لحالها بدك تسويها. هلا هون نقرب، ايوه اتوقع ما راح تقدر اخذها لان لازم نجيبها على الساوي تمام. هلا بلف، طبعا هي بتحتاج ليوم او يومين حتى تصير شو اسمه، حتى تصير هايت. شوف شلون نركب وهيك خلصنا نزلناها. هلا بنرد نرجع منضبها، ايوه نصفق هون، بعدين ارجع لك نسوي شغلتي ونطور الفيديو. المهم نرجع هون ننزل ونروح بنحاول نحطهم، بس ما راح ينحطوا لانه بدهم يوم كامل حتى تتخمر. يعني هي موسم لازم، بس مو اليوم، نحن عنا اياها بيوم بموسم.
شوف هلا ايش اسمع اللي هون مو ظاهر. هلا هون حطت على هنا جريس الجي، جريس الجي لسه ما صار جريس وما صار هايد. حطه هون، شايفين شلون؟ ها حسب الجريس الاثنين. هلا لبكره بتصير هاي. تمام، هلا ضل عنا بس نحط لها شويه اوت، بنروح نجيب اوت. يلا صلي هاي. طبعا هدول الماكينات بيفرضوا لهم لبكره فيديو بكره تبع الحيوانات البقر، يعني بيفرضوا لهم بشكل جدا كبير، فلذلك انا اشتريتهم عشان ما بكره الفيديو يكون اكبر بكتير تبع البقر. طبعا مثل ما انكم شايفين هلا هون صار الوضع الحسن شوي ممتاز، يعني لا بأس. هلا انا ارضي تقريبا محصوده، بدي حصد مو يب بدي حصد، ما انا نسيان انا بدي حصد ارضي. توبر توبر، خلينا ناخذ حصادي حتى هنيك. وبس كنا وصلنا نهايه الفيديو، شكرا لكم وشكرا للمشاهده، وان شاء الله ننتظركم في فيديو جديد حلقه جديده بعد بكره. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، باي باي. لو عجبك الفيديو ما تنساش تتفرج على الفيديو ده وكمان الفيديو ده، وما تنساش تعمل سبسكرايب للقناة وتفعل خدمة الجرس علشان يوصلك كل جديدنا.